نسير به فنصل إلى الأسمى والأقوم والذي هو خير. ذلك هو القرآن الكريم. والشيخ الذي نستضيفه اليوم ربيع حياته القرآن، به يحيا وبه يصدح، جاب العالم شرقا وغربا كسفارة متنقلة، يصدح بالقرآن الكريم، يجمع القلوب ويجمع الأذان. نرحب بالشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شيخ مقارئ عموم جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن، فرصة طيبة يا سيدي. فرصة طيبة لي أنا ولجماهيرك. الله يكرمك ويبارك فيك ويحفظك. حضرتك راجع توا من باريس. نعم، في باريس. نعم، كنت في باريس. كانت لغة القرآن، وكان القرآن الكريم يصدح في أكبر قاعة باريس. نعم، قاعة البالي دي كونغري. نعم، هي قاعة كبيرة. نعم، بيعقد فيها مؤتمرات كثيرة. نعم، وعروض فنية وثقافية على المستوى الرفيع. نعم، الجمهور الذي أتى لكي يستمع إلى القرآن هناك كان بيتكون من كام شخص؟ هو في الحقيقة يعني كان ما يقرب من 4000 شخص في هذه الساحة، في مسرح كونغري بباريس. نصهم في الغالب يعني أجانب، يعني فرنسويين، والنصف الآخر فرنسويين مسلمين على مغاربة، تونسيين، مصريين مقيمين في باريس. ومن فضل الله تعالى كانت التلاوة ساعة كاملة، بدأت من 8:30 مساء إلى 9:30 مساء. يهمني أعرف فضيلة الشيخ، كان رد فعل القرآن على قلوب السامعين من الأجانب كان إيه؟ هو في الحقيقة أنا عند تلاوتي للقرآن الكريم كان فيه صمت رهيب، يعني كأنهم بيستمعون وكأن على رؤوسهم الطير. كانت القراءة والحمد لله موفقة، فقرأت الساعة ومر السحاب. وعند انتهائي من التلاوة فوجئت بتصفيق حاد، قعد استمر يمكن ما يقرب من 10 دقائق. فقلت لازم يعني إخواننا يعني استمتعوا بالتلاوة، أو القرآن يعني أثر فيهم. وفعلا في اليوم الثاني أو اليوم الثالث قرأنا في الصحف الفرنسوية إن كانت التلاوة مرت كأنها 5 دقائق، بينما القارئ قرأ ساعة وما شعرناش بهذه التلاوة، كأنها مرت مرور يعني سريع جدا، مدة 5 دقائق أو أقل أو أكثر. فكانت في مجلة إكسبريس، مش عارف هناك بيقولوا عليها. أيوة، فجابوها لي. فحتى السفير المصري بيقول لي يعني أنت عملت يعني دعاية، والحمد لله من فضل الله كانت التلاوة موفقة، والجرائد كلها كتبت عن هذه التلاوة. لا شك أنها أقوم سفارة. على كل حال دي سر القرآن، والحمد لله. والحمد الإنسان لله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولكن الحمد لله بتوفيق الله هو اللي بيوفق. والحمد لله، وإنما الأعمال بالنيات، ومدام فيه إخلاص والإنسان دائما التوفيق حليفه من فضل الله ببركات القرآن. الحمد لله. في خلال العام الماضي، نعم، حضرتك رحت بلاد مختلفة. نعم، شرقا وغربا. نعم، كيف تنوع تذوق المستمع الغربي والشرقي إلى هذه اللغة الرفيعة، لغة القرآن؟ كيف كنت تجد الرد الفعل هناك؟ والله هي تختلف البلاد في سماع القرآن. نستعرض يعني البلاد اللي حضرتك سافرتها على يعني مدار عام. نعم، أنا رحت الباكستان. أوه، في مارس الماضي، يمكن زرت 14 ولاية أو محافظة زي ما بيقولوا هناك ولا بتاع.
فما فيش يعني أقل من احتفال أقل من 15 أو 20 ألف نفس تيجي تستمع إلى القرآن الكريم، لأنهم هم يحبوا جدا سماع القرآن، ويعني تلاقيهم يهفوا إلى سماع القرآن بدرجة ما تتصورهاش. فالبلاد الكبيرة يجي عدد كبير، والبلاد الصغيرة يجي عدد على قدر أهل البلاد. فيعني رحت مدينة اسمها لاهور. لاهور دي بلد قديمة وفيها مسجد أثري كبير، عريقة الحضارة، عريقة الحضارة، ده يمكن حضر فيها ما يقرب من 100 ألف نفس. وكان يعني يحيوا برضو القارئ زي مصر كده، يحيوا يحبون سماع القرآن ويطربوا للسماع. يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه، حضرتك من إمتى ابتديت تحفظ القرآن وتقرأ القرآن؟ لا كم أنا سنة لي الآن؟ مدة طويلة، يمكن لي دلوقتي يمكن 35 سنة. أنا حفظت 35 القرآن سنة. وأنا سني 10 سنين، وقرأ وتعلمت علم القراءات وأنا سني 14 سنة حفظ كامل كان في سن كاملة. عشر سنين 14 سنة كنت أجيد علم القراءات السبعة، وأنا كنت يعني محب وشغوف بقراءة القرآن، وكنت متعلق بها جدا، هو حياتك. وكنت أتمنى على الله أن أكون قارئ مشهور، وكانت أمنيتي هذه في الحياة. القراءات السبع نعم. يمكن المشاهد يحب يعرفها، القراءات السبع للقرآن، نستعرضها سوا ويا ريت ندي أمثلة منها. هي القراءات السبعة ما تختلفش يعني عن القراءات العادية، بس هي لهجات بتختلف في بعض الإمالات وبعض المدود وبعض الحاجات الخفيفة، ما بتغيرش معنى القراءة أبدا. مثلا تحب أقرأها لك تجويدا أو ترتيلا؟ أو إذا سمحت، تحب إذا سمحت تجويدا؟ ترتيلا الأول ترتيلا. وحنختتم بيها ترتيلا وتجويدا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي قراءة حفص أو رواية حفص اللي بنقرأ بها في الشرق يعني، وبيقرأ بها إخواننا في مصر وفي البلاد في بلادنا احنا. وملامحها واضحة، ما فيهاش تطويل، ما فيهاش النزول في القراءة. نعم. أيوة. احنا نقول دلوقتي رواية ورش أيوة. فيها بعض التقليل في بعض الياء. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي صدق رواية الله ورش العظيم. وفيها تقليل، والتقليل بيكون إلى الفتح أقرب يعني في في التقليل. التلاوة. هنقول دلوقتي رواية يعني عن حمزة، رواية خلف أو خلاد أو قراءة حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي، وللآخرة خير لك من الأولي، ولسوف يعطيك ربك فترضي. دي بيكون إلى الكسر أقرب. إلى الأقرب. دي قراءة حمزة، وتقريبا الايتين دول او الثلاثه بتنضم فيهم كل القراءات، كل القراء السبعه. وهناك بعض السكتات للتركيز على الكلمه. نعم. ايوه. فدي بتجمع القراءات كلها بقى، لان مفيش روايات تختلف تاني، مفيش حاجه تاني يعني في نفس القراءات دي. ايوه. يعني اللي ملهوش قراءه بينضم مع حفص، واللي ليه قراءه بينضم مع في اماله او بتاع بينضم مع حمزه، او في التقليل او في الاماله. المقرئين أو القارئين للقرآن القراء. الكريم، نعم. إذا صح هذا التعبير، هل من الممكن
نعم. إنهم ينوعوا القراءة حسب المجتمع اللي بيتواجدوا فيه، ولا القراءة السائدة في العالم العربي صالحة على أنها تكون هي القراءة المستمعة في كل البلاد العربية ويتذوقوها تماما كبلدها التي تجيد الانتشار بها؟ هو تقريبا يعني الواحد لما يكون في بلد زي مصر يقرأ حفص، إذا كان في مجلس فيه علماء ولا فيه يعني أهل قراءات وأهل علم من علم القراءات ولا بتاع، يستحسن إذا حب أراد أن ينوع في القراءات السبعة أو ما فيش مانع. في بعض البلاد التانية زي المغرب بيقرأوا برواية ورش، فيستحسن يقرأ برواية ورش هناك عشان تبقى سهلة عليهم في سماع القرآن، عشان ما تحصلش يعني تبقى سهلة عليهم في السماع. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، نعم، كبير مقارئ جمهورية مصر العربية. العفو سيدي. لا شك أن القرآن وهو ربيع الحياة، نعم، بالنسبة للمسلم في كل زمان ومكان، هو أيضا حياة الحياة بالنسبة إليك. نعم. به تعيش، نعم، وبه تصدح. نعم. يمكن المشاهد المستمع الذي يستمع إليك، تختتم فقرات إرسال اليوم في التلفزيون المصري، يحب كما أحب أنا، نعم، وأنت في هذا المجلس أن تختتم هذه الجلسة الصافية، نعم، الرائعة الرائقة بمعنى جلال الله وكلمات الله جل جلاله بقرآن كريم. تختار حضرتك المقطع الذي تريده من بترتيل وتجويد. هو هيبقى طبعا تجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، أسعدني وأسعد جمهور مشاهديك ومستمعيك هذا اللقاء. وعد باللقاء دائما على نور الله وعلى نور القرآن وفي رحابي معانيه الوطيئة دائما. شكرا لك. أشكرك وأتمنى لك التوفيق والصحة والعافية إن شاء الله. شكرا.